بدأت بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية المؤتمر الصحفي بالثناء على مصر وعلى دورها المحوري، كلمة على ما حصل طبعا يوم 7 أكتوبر، حماس وما قامت به حماس، اتكلمت أيضا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطبعا المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اتكلمت على وجهت رسائل عديدة لإسرائيل، وجهت رسائل أيضا للشعب الفلسطيني، وكان أيضا لها رسائل لدول العالم المختلفة. متابعة اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، لأن هذه هي الزيارة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يسعدني لأنها مناسبة خاصة جدا لزيارتي اليوم. فهذا يسعدني جدا وجودي هنا في هذا الطقس الرائع، وأيضا لإجراء أول مؤتمر صحفي هنا. لقد تحدثنا حول عدة مواضيع، بالطبع عن الوضع الشائك في الشرق الأوسط، وإن مصر نفسها هي تعرضت لاستهدافات إرهابية عديدة وتعرف جيدا معنى مكافحة الإرهاب. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زال موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس، وهذا أمر لا يمكن قبله على الإطلاق. وهنا تقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساعي حميدة، وهذا الدور هو دور محوري. وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري.